السلام عليكم ورحمة الله. أنا إكرام من المغرب ومقيمة بالمغرب. أود أن أشكر أستاذ اللغة الإنجليزية أستاذ ناصر على المجهودات اللي قام بها من أجلنا، لأنه في هذه الفترة اللي ظهر فيها فيروس كورونا أنا تسجلت أونلاين في مركز بتركيا، مركز للغات، ولحسن حظي في هذا المركز كان أستاذ ناصر، وكنشكر بزاف الأستاذ ناصر لأنه فهمنا عنده بزاف ديال الحوايج جداد، لانه كان كيعتمد على بيداغوجيا حديثه وطرق سلسه من اجل توصيل اللغه. وكنشكره بزاف لانه كنا كعائله، وكان كيعتبرنا كعائله، وحتى في رمضان يعني ما كناش كنحسوا بالوقت ممل. شكرا استاذ ناصر.